أمس أحكمت قوات جيشنا الباسل سيطرتها الكاملة على منطقة جامع خالد بن الوليد، حيث فككت عبوات ناسفة زرعها الإرهابيون في محيط الجامع والأبنية المجاورة قبل أن يسقطوا قتلى على أيدي جنودنا البواسل. الجيش العربي السوري يحقق إنجازات كبيرة في حي الخالدية. سنقوم برفقة الجيش العربي السوري الذي حقق إنجازات كبيرة هذا اليوم بعد ضربه للإرهابيين المرتزقة في حي الخالدية. وصلنا الى جامع خالد بن الوليد، كما نشاهد هذا هو جامع خالد بن الوليد في حي الخالدية. اذا الاشتباكات تدور بين وحدات الجيش العربي السوري والعناصر الارهابية الى قرب جامع خالد بن الوليد على طريق حماه. مشاهدينا الكرام، وصلنا الان الى جامع خالد بن الوليد في حي الخالدية بعد ان سيطرت بواسل الجيش العربي على الجامع وسط اشتباكات عنيفة مع العناصر الارهابية التي كانت تقوم باعمال قنص واعتداء على الجامع، كما نشاهد عمليات التخريب داخل الجامع التي قامت بها عصابات الارهاب. هذه قبة الجامع كما نشاهد بالصور كيف قام الارهابيون بالاعتداء عليها. هذا هو قبر الصحابي الكبير خالد بن الوليد. ايضا عمليات الاعتداء تمت من قبل عناصر الارهابية على القبر. عمليات الحرق التي قامت بها العصابات الارهاب داخل جامع الصحابي الكبير خالد بن الوليد. تم تحرير القسم الاكبر من حي الخالدي. قوات الجيش العربي السوري تقدمت على محورين. المحور الشمالي وصلت قوات الجيش العربي السوري الى حديقة بيت علو. المحور الغربي تم تحرير مسجد الصحابي خالد بن الوليد. قوات الجيش العربي السوري طبعا ستتابع تقدمها السريع حتى تحرير كامل الحي من رجس الارهاب. ونعدهم باننا سنلاحقهم اينما وجدوا على ارض سوريا. وسنقضي عليهم وعلى كل من يؤمن بعقيدتهم وفكرهم التكفيري. أيضا هذا هو الشارع دوار حفيان، كما نشاهد الدوار في نهاية الشارع بعد أن سيطرت عليه بواسل الجيش وسط اشتباكات عنيفة مع العناصر الإرهابية. إذا دوار حفيان يقع بالقرب من مدرسة 8 آذار التي قمنا برصدها. لأخبار التلفزيون العربية السوري، معين ضرغام، جامع خالد بن الوليد.